يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. طيب ياك يتشهي ان شاء الله. صحتكم فيزيوالمون ديجا راهي تشهيه يا ناديه. صحتكم صحتكم. غير تحطت البايلا فوق الطابله ضيافنا بدات الابتسامه وشغل ولاو حيويين شغل فطنوا وشويه هكذا نعرفوا واش رايهم في البايلا الوعره. الله يبارك فيك شاب. اش بيتك شاب؟ كي دايره غير ميلونج غير دي بواسون غير الحوت غير الحوت ماكش دايره اللحم لا لا الدجاج ابار الدجاج معاها لي بيلون درت لي بيلون لا بايلا اصلا يجي فيها البولي يجي فيها البولي سي تان ميلونج كما عارفين لا بايلا سي تان ميلونج واش راكي دايره انواع تاع الحوت اللي فيها لك درتهم بون راني دايره الكروفيت كروفيت رويال ما شاء الله لانغوستين لي شات مير اي الكالامار لا يبارك لا يبارك يفون لي زيبيس واش كي دايره صح ملح حرور زعفران سكنجبير وكاين ثاني واحد السكري مانيش عارفه اللي نجم نقوله ولا لا ها ديرها السكري بروفيسيونيل هذا ماشي شي شي سكري بروفيسيونيل سا ريسبكتي سا ريسبكتي اون تو لي كا معليش المهم حنا جاتنا بنينه شابه يعطيك الصحه بغيت نخرج شويه على العاده هذيك هي حضرت لكم بلا هذا في الحقيقه بلا اسباني ماشي اسباني اندلسي الاندلس هما اللي جنب الاندلس صالحه واش رايك في البايلا غير ندير ميم لا بايلا كانت شابه كانت في الذوق في الحوت تاعها طايب مليح الحمد لله جابوه معاهم البايلا سي كوا سي بقايا سي بقايا سي لي ريست نرجس تقول روز ناقص طياب لا بايلا كانت بنينه الروز كان خاصها شويه طياب مي دون لونسومبل جات مليحه مالوغوزمون الحوت حنا عندنا اون الجيري سي شير سي شير الحوت اليوم زعما قلت راه شويه كلي شويه هاد الايامات شويه ماشي حاجه كبيره مي شويه هوت في السومه هذيك هي قلت ندير لكم يعطيك الصحه الله يبارك الصحه الله يبارك كيش طيبتيه كيفاش درتي البايلا بون درت دو صوص كاين لاصوص تاع لي تاع الدجاج وحدها ولاصوص تاع الكالامار وحدها اسم الدجاج ما طيبهاش مع لا 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 الدجاج ما طيبهاش مع طيبها وحدها صح والكالامار ثاني طيبها وحدها بالطوماطيس الفلفله الفلفله نقليها وحدها ندير الجلبان وتاع الدجاج ثاني بالطوماطيس والبصل والثوم وهبه ما عندها ما تقول في البايلا هاني نقول لك بنا بايلا تاني كانت غايه معمره غايه شابه طيبه غايه الروز شباب دريساج ما شاء الله بايلا كانت تشهي شوفها تشهي كاع المتنافسات عجبتهم لا بايلا ميزابار نرجس اللي قالت لك الروز ناقص طياب وقيل راح تمد لها سبعه هذه واحد ما على باله نروحوا نكتشفوا الديسير ومن بعد تبان